امي ايه وسيرجنال انفكشن بالظبط مظبوط ووتر ونيكروليت كانس بالظبط كده مظبوط. انا هنا دوري احول لك النظر اللي انت درسته ده لحالات براكتيكال. يعني حضرتك ما بتدرسش الجراحه وبعدين بتحفظ المنهج وتلاقي نفسك واقف قدام عيان في الدوار مش عارف تتصرف، واقف قدام عيان في العياده بتاعت الجراحه، واقف مع زمايلك نواب صغيرين او النواب اللي اكبر شويه مش عارف تتصرف، في بيتك في اصحابك في قرايبك بتسمع شكاوي مش عارف تتصرف. طبعا في ناس هتتصرف، انا مش قصدي يعني مش قصدي الناس كلها مش هتعرف تتصرف، انا بساعد المنهج بيساعد كل الناس ان يبقى عندها طريقه ازاي تتصرف او ازاي تمسك طرف خيط او ازاي تبتدي البروسيس اوف مانجمنت. يعني كلمه مانجمنت تعني ايه؟ ازاي اشخص وازاي اعالج. عشان اشخص لازم يبقى عندي كلينيكال بيكتشر معايا، شويه انفستيجيشن عشان ااكد تشخيصي او احط حتى ديفرنشال دايجنوزس، ولو ما وصل للديفينيتيف دايجنوزس او فاينل دايجنوزس هيبقى المريض محتاج مني علاج. حتى لو مش انا اللي هو على مستوى حضراتكم، يعني مش انا اللي هعالجه، على الاقل هقول له ايه؟ روح لفلان، روح لاسم النساء، في مين جايالك روحي لاسم النساء عشان عندنا شك في اكتوبيك بريجنسي، روحي لاسم المسالك البوليه لانه غالبا ده يوريتريك كولك، لا هتروحي معانا للجراحه وهنجيب حد اكبر مننا ياسس معانا لان انت سسبكتد اكيوت ابنسايتس. يبقى الفكره بتاعتنا احنا بنحول النظري اللي انتوا اجتهدتوا وذاكرتوا فيه بالوحش بالحلو ونجحنا والكلام ده كله، عايزك بقى تحول النظري اللي انت خدته لطريقه براكتيكال تنفذ بقى ازاي. فعندنا اول مشكله هتقابلنا هي مشكله تقريبا كل يوم هتسمع عنها، زي ما قلت لك في شغلك مع اصحابك في بيتك في الطوارئ في العياده، حاجه اسمها اكيوت ابدومينال. يعني ايه اكيوت ابدومينال؟ حد عنده ديفينيشن لاكيوت ابدومينال؟ يعني ايه اكيوت ابدومينال؟ يعني زي يقول لك اه يا بطني بطني بتوجعك، فانت هتعتبر ده اكيوت ابدومينال ولا مش هتعتبره اكيوت ابدومينال؟ ها؟ لا ليها شروط. اكيوت ابدومين ده هو عباره عن اكيوت او سادن اونست اوف ابدومينال بين. البين ده اول مره يجيله او كان عنده قبل كده وقون اند اوف بس زاد ان انتنسيتي. يبقى يا اما العيان جاله بين اول مره اكسبيرينس، يعني اول مره يحس ان الوجع ده جاي له، او كان عنده بين قبل كده بس حدته زادت النهارده امبارح اول امبارح within the last week. يبقى الديوريشن بتاعت الاكيوت ابدومين هي ايه؟ اخر اسبوع. يبقى عيان عنده ابدومينال بين recent sudden onset of abdominal pain either a new pain او increase in intensity of chronic pain. البين الديوريشن بتاعته اقل من اسبوع. يا ترى مخي هيفكر في ايه؟ هيفكر في ايه اسباب البين اللي العين جاي بيها؟ الاكيوت ابدومينال بين اللي هيجي لك او هيجيب لك عيان باول مره يشوف هذا الالم او يحس هذا الالم او كان عنده قبل كده وزاد، البين ده غالبا هيبقى سببه ايه؟ يا اما حاجة انفلاماتوري، يا اما بيرفوريشن، يا اما رابشر او انفارشن لو احنا عندنا فاسكولار اليمنت. فبيقول لك ان اكيوت انترا ابدومينال كونديشن اوف ابرابت اونست يوجوالي اسوشيتد ويز بين ديو تو انفلاميشن بيرفوريشن اوبستراكشن زي السالون اوبستراكشن مثلا، infarction, rupture of abdominal organs زي spleen, liver,
usually requiring an emergency intervention. يعني emergency intervention زمان قبل ما الديفينيشن ده يتعدل كذا مرة كان المقصود بكلمة acute abdomen هو surgical abdomen. يعني surgical abdomen يعني محتاج surgical intervention. لا الوضع ما بقاش كده. لا في ناس من دول مش هتحتاج تدخل جراحي وهتتفاجئ انه الأكيوت بانكرياتايتس is one of the causes of acute abdomen. هي الأكيوت بانكرياتايتس بتحتاج surgical intervention very rarely في حاجات معينة، لكن البيز لاين او البرايمري تريتمنت ده هو conservative supportive measures. خلاص؟ وبالتالي ده محتاج urgent intervention وليس بالضروري هي surgical intervention. يقصد ايه بالانترفينشن ده؟ urgent management diagnosis علشان تشوف النكست ستيب. هل هو ميديكال تريتمنت؟ هل هو انترفينشن بيركوتينيوس اسبيريشن وخلصت الحكايه؟ ولا هل هو محتاج سيرجيكال اكشوال سيرجيكال انترفينشن سواء لابروسكوبيك بالمنظار او اوبرتيف باي اوبن سيرجيكال انترفينشن؟ فبيقول يوجوالي ريكوايرنج ان ايمرجنسي انترفينشن، وده بيسموه سيرجيكال ابدومن وليس بالضروري يستحق سيرجيكال انسيجن. خلاص؟ البين اللي هنحسه في البطن ده قد يكون واحد من ثلاثه ولازم نبقى عارفينهم، وده هيبقى ريفيرد ليكوا للفسيولوجي اللي انتوا خدتوه. قد يكون فيسرال بين، قد يكون بارايتال بين، قد يكون ريفيرد بين. البين الفيسرال ده حد عنده فكره ازاي بنوصفه او ايه سببه؟ الفيسرال بين ده بيبقى نتيجة انه في جزء من الفيسرا اللي هو السايت اوف باثولوجي، وليكن مثلا السيكر اللي هو في الابندكس اللي هي انفليمد دلوقتي عشان عندنا عيان عنده اكيوت ابندكسايتس. ده اشهر مثال نطبق عليه الفيسرا بين. الابندكس دي جزء من الفور جاد الميد جاد الهايد جاد. عايز اجابه؟ ها؟ هايند جاد. طب هي الفور جاد نهايتها فين؟ نهايتها بتتكلم عن ايه؟ عارف ان انتوا كنتوا واخدينه فور وان بس دي حاجات ما بتتنسيش. الفور جاد عند الامبولا اوفر. يعني ايه؟ المكان اللي الكومن بايل دب والبنكرياتيك دب بيدخلوا في السكند بارت اوف ذا جيم، صح؟ طيب والميد جاد من النقطة دي لغاية فين؟ ها؟ يعني الرايت تو ثيرد والليفت وان ثيرد، صح؟ والهايند جاد الباك لغاية فين؟ لغاية الديت لاين. ايه الديت لاين ده؟ ايه الديت لاين ده يا جماعة؟ ما انا قلت يا جماعة أنا جاي أحول النظري إلى براكتيكال. طب ما فيش نظري. لو ما فيش نظري هتكمل في هتكلم في براكتس إزاي؟ أنا بتكلم في حاجات بسيطة جدا. الديت لاين، إيه هو الديت لاين؟ خدنا بينا الكنال ولا اتخطفت؟ هو حد يقول اتخطف عشان هبلغ رئيس القسم. أنا في الحاجات دي ما بتوصلش. خدتوا هنا الكنال ولا ما خدتوش؟ بتتكون من كام جزء اللي هنا الكنال؟ ايه الراجل الرخم ده، صح؟ مش كلكم كده؟ ايه الراجل الرخم ده؟ لا هو الحقيقه اللي ما يعرفش هو طالب رخم. يعني خلينا نتكلم، دي مش مفاجاه. هو الطالب الرخم يعني ايه بالكيت لاين؟ ما يعرفش يرد. يعني اوعى كده فيا. ايه الراجل اللي بيقول كلام صعب ده؟ لا. الكيت لاين ده الحد الفاصل ما بين الابر واللور هاف اوف ايه الكنال، عشان اللور ده اكتودرمال ان اوريجن وبنحس فيه بين، وده المكان اللي بيجي فيه الانال فيشر.
ويفصله عن الابر هاف اللي هو له اندوديرمال ارجن زيه زي الريكتم ويبقى بينلس. فالهايد جاب بتنتهي عند الدنتيت لاين. يرجع سؤال اللي يا ريتي ما سالته، السيكم والابندكس بارت اوف فور ميد هايند جاب، ها ميد جاب بالكلاسيفيكيشن اللي زميلكم ساعدنا فيها هي جزء من الميد جاب. وبالتالي لو انا عندي بين اصله فيسرا، الريسبتورز موجوده في الهول، في الميكوزا، في المصل، في السيروزا اللي عليه من بره، وبيطلع از افرين وبيمشي مع السمباثيك او اكسترا او بوست جانجليونيك بارا سمباثيك، وبيروح على الباث واي اوف بين وبيطلع على البوستيريور بور، يعمل ديكاسيشن على الكونترالاترال سايد، يروح لغايه السباينو سلامك تراك علشان يروح للبرين. فالبرين يقول ان في بين سموير في البطن. الميد جاب لما هتدي انطباع للبرين، البرين هيفسر الالم ده مكانه فين؟ ابيجاستريك امبيليكال هايبوجاستريك، نعم امبيليكال، عشان الفور جاب هتبقى ايبيجاستريك والهايند جاب هتبقى هايبوجاستريك. البين ده العيال ما يقدرش يقول البين ده اهو، ما يقدرش يشاور عليه بصباعه، يبقى ويل ولا ان لوكالايزد؟ بولي لوكالايزد، بول لوكالايزيشن، صح؟ يبقى الفيسرال بين هو بولي لوكالايزد بين، ولكن مكانه هو مكان الامبريونيك درماتوم اللي اتكون منه هذا الاورجن اللي تسبب في البين. لو انا بتكلم على بيبتيك ألسر، لو انا بتكلم على فيسترال بين قبل ما يبقى برايتل هيبقى فين؟ هنا. لو انا بتكلم على دايفرتيكولار ديزيز اوف سيجمويد كولون، سيجمويد كولون ده هايند جاد، صح؟ البين بتاعه هيبتدي فين؟ الفيسترال بين هيبتدي نتيجه ستريتشنج اوف فايبرز انرفيتنج للوول بتاع هولو اورجن او سوليد اورجن ايرلي اند بولي لوكالايزد. يعني هو اول حاجه هنحس بيها هو الفيسرال قبل ما يبقى لوكالايزد وبرايتل. It can be due to early ischemia or inflammation. البرايتل بين بقى اول ما الاورجن اللي عمل لي انفلاميشن او كان سبب في البين يوصل الافكت بتاعه، يعني يحصل اكستنشن او اكسبانشن للانفلاماتوري بروسيس ويبدا يحصل افكشن للبرايتل بريتونيوم، يبقى ده مرتبط بالفيسرال بريتونيوم او الفيسرال وول اتسلف. انما ده اول ما الانفلاميشن بدا يلمس برايتل بريتونيوم. البرايتل بريتونيوم هنا بيبقى سبلاي بار سوماتيك نيرف مش اوتونوميك، ده اوتونوميك ده سوماتيك. يعني البرايتل بريتونيوم في الرايت لور ابدومن الحته اللي عندها الابندكس، اول ما الابندكس دي تبدا تلمس البرايتال بيرتونيوم البين هيتحول من فيسرال بين الى برايتال بين، لانه بدا يافكت البرايتال بيرتونيوم اللي في الرايت لور ابدومن او في الرايت ايليك فوس اللي هو المكان بتاع مين؟ الابندكس. لا البرايتال بيرتونيوم هنا وضعه مختلف. ويل لوكالايز السوماتيك نيرف يقدر بالانرفيشن بتاعه يقول لك ايه؟ شاور على مكان البين يبقى ويل لوكالايز مور انتنس. صحيح بيجي متاخر شويه كوزد باي ريتيشن اوف برايتال بريتونيوم ليه يسبقه الفيسرال وبعدين يجي بعد كده بيتر لوكالايزد كان بي لوكالايزد تو ادرماتوم سوبرفيشال تو ذا سايد اوف بينفول ستيمز. طيب امال ايه ريفير بين؟ لو انا عندي اورجن زي البنكرياس مثلا والبين ريسبتورز بتاعته الباس واي بتاعها بيعمل لك ريلي في السيليا بلكسس، السيليا بلكسس هيحسسك بالبين بتاعه فين؟ في الظهر. فيقول لك الريفيرد بين البرايمري باثولوجي ممكن حتى ما تحسش فيه بين، لكن تحس بالبين فين؟ في ريموت اريا، منطقه ابعد من البرايمري باثولوجي، نتيجة إن حصل كونفرجنس ما بين السايت أوف
بين والاورجن بتاعه بمكان تاني البرماتون بتاعه له نيرف سبلاي الاثنين التحموا مع بعض. فيقول لك عيان عنده بين في الرايت هايبوكوندريا نتيجه اي سبب. وبعدين حصل الريتيشن في الدايفرام. الدايفرام الدرماتون بتاعه بياخد نيرف سبلاي من سي 4 5 اند 6 وده يسمع فين؟ في الشولدر. خلاص كده؟ فهنا مثلا اهو يقول لك برفوريتد ديودنال ألسر نتيجه الريتيشن للدايفرام ممكن يسمع هنا. البنكرياتايتس ممكن يسمع في الضغط زيه زي البنتريتنج ديودنال ألسر. الكوليسيستايتس الرايت سكابيلا. الريكتال ليجن يسمع فيه في المنطقه في الباك لور داون. انتيريورلي بس مع
ابدكشن او تريبل اي او اورتيك ابدومينال اورتيك انيوريز، وبعد كده جاله ابدومينال بين نتيجه انه دخل في سيلير باسكولار جروب. يبقى الاسوشيتد سيمبتومز هي كمان بتساعدني على معرفه البرايمري بطل. الفكره ايه؟ الفكره في التعامل مع الاكيوت ابدومينال ان انت لازم تبقى عارف ان الاكيوت ابدومينال ده بين العيان مره اول مره يحس في خلال الاسبوع الاخير او كان موجود على فترات متباعده قبل كده بس زاد في الاسبوع الاخير. دورك ايه حضرتك؟ انك تدور له على سبب، وعشان تدور على سبب لازم تقول لي مكانه فين. من مكانه هبدا اشوف ايه هي الكونتنتس او ايه هي الاورجنز اللي موجوده في المكان ده وابدا افترض اسباب. ده الصمت، ده الجينام، ده الكونتنتس، ده بانكرياس، ده الباسكوس. يوم من طبيعه السيمبتومز وايه اللي بيزود وايه اللي بيقلل يخليني ابدا لوكالايز الاندرلاين باثولوجي او كوز اوف ابدومينال. لازم برضه يبقى عندي من ضمن الحاجات في الهيستوري اللي بتساعدني الباست ميكانيزم. هل الحكايه اللي جت لي قبل كده شبهها مثلا واتكررت زي العجين اللي عندهم دايبرتيكيلايز، عين كبير في السن وعنده كرونيك كونستبيشن وعنده كل شويه يجيله دايبرتيكيلايز، وبعدين فجاه دلوقتي جاله بيريكوليك ابسس اكيوت ابدومين وبريفيس هيستوري بتاعه كان عنده اتاكس مش زي الكلام ده بس المره دي اشد شويه. كان في ميديكيشنز بناخدها ده اصلا ماشي على البي ار بروتوكول بيتم عشان كان عندي بيرتوكولايز، فده ممكن يساعدك في لوكاليزيشن اوف ذا رايت كوز. فاست هوسبيتاليزيشن يعني عندك حدث في المستشفى قبل كده بسبب ما قد يكون هو نفس السبب اللي جاب النهارده او قد يكون سبب اخر، مش لازم يبقى هو نفس السبب. سيرجيكال انترفنشن قد يكون عليه مثلا عامل ابدومينال اكسبلوريشن وغير ابدومينال بين اسوشيتد ويز فوميتنج كونستبيشن كولكي بين ابدومينال اكستنشن ادي ذا كونسيرن ريسيرش. خلاص سوشيال بين او عيان بياخد الف من غيره. بعض الناس الوظيفه بتاعته قد تشير الى السبب بتاع الاندرلاين كوز اوف بين اللي موجود. وانت بتفحص العين بتاعك بتبقى مهتم جدا انك تفحص البطن كلوكال اكزامينيشن، لكن كمان الجنرال اكزامينيشن مهم جدا. بمعنى ان حضرتك هتعمل زي ما بتعمل في عين البطن فورمال جنرال اكزامينيشن، وقد تكتشف وانت بتعمل جنرال اكزامينيشن ان العيان ده عنده نيمونيا وان النيمونيا دي هي سبب الابدومينال بين. عنده كيفريك تاكيكاردي فيفرش، عنده اتاكس اوف ساينوزس، وانت بتسمع صدره لقيت عنده بريثنج سجستيف اوف نيمونيا او كافيتيشن، وانت بتعمل بيركشن لقيت عنده كورونيك لورا ديفيوجن. فسبب الابدومينال بين اللي عند العيان ده قد يكون اندرلاين نيمونيا اهو، وشخصها مش بالابدومينال اكزامينشن بالجنرال اكزامينشن. طيب بصيت على العيان اريكو كاردي وعنده اي اف ومعاه اكيوت ابدومينال بين وماشي على الانتي كواجلانت، ده العيان ده ممكن يبقى اتريال فيبريليشن ودلوقتي داخل في ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. انا بس ببين لك قد ايه الجنرال اكزامينيشن في العيان الاكيوت ابدومين مهم. طيب واحنا بنفحص العيان بتاعنا الانسبكشن مهم، سكارز وبريفيس اوبريشن اديزه في السنه والسنه، هيرنيا اوريفيس قد يكون سايت اوف التستاينال اوبستراكشن، الموبيليتي مع الريسبيريشن او سوري الموفمنت مع الريسبيريشن، العيان عنده فيزيبل انتستاينال مود عشان عنده اوبستراكشن. خلاص وانت بتعمل بيركشن انا اسف بتعمل بالميشن التندرنس مكانه الاقوى فين؟ في جاردنج ولا مفيش جاردنج؟ في ريجيديتي ولا مفيش ريجيديتي؟ وانت بتعمل بيركشن في فلويد جوه البطن
عيان عنده اسايتس ولا عنده انترا بيريتونيال فري فلويد ايا كان سببه، وانت بتعمل اوسكالتيشن هل الانتستين هايبر اوديبل ولا سايلنت ولا لو امبليتيود، يعني الانتصار الموجب في شكل كده، كل ده بيوجهك الى الاندرلاين باثولوجي مع الوقت. فبيقول لك مع الانسبكشن بص للديستنشن للسكارز، في ماسز ولا لا، في راش، ايه راش ده؟ ايه الراش ده اللي ممكن يخليك تقول ده انا وصلت من بدايه الفحص بتاعي وصلت للسبب البين؟ علي صوت هينشر لاين بيربرا في عيان سسبكتد انت سسبشن مثلا طفل صغير ماشي، ايه تاني؟ ها؟ معلش عايز بيليري اوبستراكشن في عيان بيهرش. اه بس يعني بيليري اوبستراكشن قصدك ان العيان ده عنده اوبستراكتيف جونز، بس الاوبستراكتيف جونز از نوت ا كيس اوف اكيوت ابدومن الا لو معاه اكيوت بوليسيستايتس، دي قصه ثانيه. طب لو العيان ده عنده هيربس زوستر ممكن تلاقي عنده راديكولار بين كده، وشفناها مش كتير بس شفناها، العيان يجي لك بربشن وهو كان بيلف على الدكاتره واللي قال له انت هتفوت من سايكس واللي قال له انت هيروتيريك كوليك وكل الانفستيجيشنز بتاعته كويسه، بس حظك جالك على اليوم الرابع اليوم الخامس كان بدا يحصل ايه؟ سكيني ربشن. اه طبعا ممكن. الاوسكالتيشن زي ما قلت هايبر اكتف، بنلاقي سبيشال ساينز، السبيشال ساينز دي في احيان كتيره بتبقى دايجنوستيك او باثوجنومونيك، بمعنى ان العيان عنده انتيريور ابدومينال وول بين، خلي العيان يحط ايده تحت دماغه وكانه بيعمل تمرين برضه، وهو بيعمل الكلام ده يقول لك البين زاد جدا، يبقى السورس اوف بين بارايتال، يعني ايه بارايتال؟ يعني موجود في الابدومينال وول وليس انتر ابدومينال. وانا ببحث بطن العيان لقيت فيه ساين مشهوره جدا اسمها ويرف ساين. ايه ويرف ساين؟ وانا ببحث الرايت هايبوكوندريم كده والعيان بياخد نفسه بيجي عند نقطه معينه ويقول هيز او هير بريس، ده في حالات الكوليسيستايتس. طيب في حاجه اسمها سوا ساين، العيان بعمل له اكستنشن للهيب او فليكشن واعمل بالبيشن للرايت لور ابدو، في حالات الريترو سيكال ابنسايتس البوزيشن ده بيخلي السوس ماسل تبقى مور اريتيتد والبين بيزيد وانا بفحص الرايت لور ابدو في الريترو سيكال ابنسايتس نتيجه الريتيشن للسوس ماسل. في حاجه اسمها اوبتوريتور ساين، وانا بفحص عيان سسبكتد اكيوت ابنسايتس بعمل فليكشن وانترنال روتيشن للهيب، ده بيخلي البين يزيد وانا بفحص الرايت لور ابدومين في حالات البلفيك ابنسايتس. تمام؟ روفزنج ساين، وانا بفحص الناحيه الشمال ليفت لور ابدومين البين بيزيد في الرايت لور ابدومين، دي في حالات برضه الاكيوت ابنسايتس. حاجه اسمها بلومبرج ساين، وانا بدوس كده العين بيحس ببين وشويه تندرنس وانا بسيب ايدي في ريباوند تندرنس، اسمها لومبرج ساين. الستريت ليج رايزنج او بولدوينج ساين، لما العين بيرفع رجله ويثبتها عند درجه معينه وانا بفحص في الرايت لور ابدومين الحركه دي بتعمل كونتراكشن للاليوسوس ماسل فبتزق الابندكس انتيريور، صح؟ زي السوس ساين كده تشبهه، وانا بضغط بلاقي الابندكس طلعت لي قالت البيت مور سوبرفيشال فالبين بيزيد مع الضغط في الرايت لور ابدو. امال ايه المكفادن ساين دي؟ في الولاد سبيشال لكن ممكن تحصل في البنات كمان، في حالات البلفيك ابندسايتس الانفليمد ابندكس ممكن تلمس اليورينري بلادر وتخلي اليورينري بلادر فيها انرشيا، يعني انرشيا؟
اليوم ده انت عارفه انها لو حصل فيها كونتراكشن البين هيزيد، فتعمل ايه؟ فتبطل الكونتراكت. فده بيعمل يورينري ريتنشن. يبقى الماد بادل ساين ده يورينري ريتنشن في حالات او بعض حالات البلفيك ابيستاتس. في حاجه اسمها كير ساين. عيان عنده اكيوت ابدومين سبيشالي بعد ابدومينال تروما. وفي سسبكتد بيريس بلينيك هيماتوما. البيريس بلينيك هيماتوما بتعمل اريتيشن للدايفرام على الليفت سايد. لما العيان يجي ياخد نفسه خصوصا لو انا معلي رجليه شويه عامل له ترند للبيرد بوزيشن البين يزيد فين؟ في الليفت شولدر. ده اسمها كور ساين. الماك كارن ساين برضه في الريترو بيرتونيال هيماتوما واحيانا الانترا بيرتونيال نتيجه بيجمنتيشن اراوند امبليكس. ماك كارن ساين. بلد ساين. وانا بعمل بيركشن لقيت فيه فيكس دانس على الليفت سايد وشيفتنج دانس على الرايت سايد. ده بيحصل بيرس بلينيك هيماتوما في الرابشر سبلين. بلد ساين. جراي تورنر ساين في حالات الريترو بيرتونيال او هيموراجيك بانكيراتايتس تلاقي بيجمنتيشن كده في الفلانكس ودي اسمها جريتر نانسر. لما بتلاقي واحده من السبيشال ساينز دول ممكن تساعدك في اللوكاليزيشن اوف اندرلاين كوز اوف اكيوت ابل. طيب انا الحقيقه طالب امتياز ومش مطلوب مني ان انا اشخص، لكن مطلوب مني ان انا اكزامن او اخد هيستوري الاول واطلع سيمبتومز واكزامن واطلع ساينز. وطلبت انفستيجيشنز او ما طلبتهاش الديسيجن بتاع ان العيان ده يروح او يقعد مش بتاعك. يعني انت بتانفورم او بتكونسلت اللي اكبر منك، نائب قديم، مدرس مساعد، او لو موجود حتى المدرس المساعد وقال لك لا ده احنا محتاجين حد ام دي واحد معاه دكتوراه يجي يشوف معانا. امتى بننتقل للقصه دي؟ لما بنشوف حاجه اسمها ريد فلاجز الارمنج ساين. ما تروحش العيان اللي ياخد القرار ده واحد ام دي كواليفايد واحد معاه دكتوراه. العيان اللي عنده نيو اونست اوف بين مع تشينج في الكاركتر اوف بين او تمسي مع تشينج اوف باول هابتس خصوصا لو كان عيان كبير في السن. يعني عيان كان عنده كونستبيشن اون اند اوف بس المره دي كونستبيتد بقاله 3 4 ايام 5 ايام والبين زياده شويه. خلاص؟ والعيان ده عنده هيستوري او فاميلي هيستوري ان عندهم كولونيك مالجنس. ما تروحش العيان ده. عنده ريسن ويت لوس اخر شهرين ثلاثه خس حوالي 5 ل 10% من وزنه. عيان عنده كورونري ارتري ديزيز وجاي لك باكيوت ابدومين ما تروحوش. عيان عنده اكيوت ابدومين ومعاه بليدنج من الريكتم او ملينا ما تروحوش. لازم الراجل ده هو اللي يقول. عيان عنده اكيوت ابدومين وريسنتلي ديفلوب انيميا او عنده هيستوري اوف الكحول ابيوز او تروما في البطن وجاي لك باكيوت ابدومين ما تروحوش. ده بيروحوا او يعدوا. اكيوت ابدومين ومعاه سوبرا كلافيكولار بين ده هيد المالجنسي غالبا في البطن ما تروحوش. بيرسونال او فاميلي هيستوري اوف سيريس باول باثولوجي زي اللي لسه قايل عليه من شويه. عندنا فاميليال بولوزيس كولاي، عندنا ارسنال كولايتس، عندنا كرونز، عندنا فاميلي هيستوري اوف كولونيك كانسر. بين صحى العيان من النوم وجاي لك الفجر. لا ده بيتدلع وروحه. لا انت اللي بتتدلع. حتى لو بيتدلع ما تاخدش انت القرار ده. هو ياخد القرار ده. العيان اللي صحي من النوم بسبب البين وجالك الطوارئ بالليل ما تروحوش. خلاص؟ عيان اكيوت ابدومينال بين واميونو كومبرمايز. الدايبكس بتاعه مش مظبوط قوي، بياخد كورتيكوستيرويدز، بياخد كيموثيرابي، عيان عنده لوكيميا ما تروحوش. عيان عنده اكيوت ابدومين وعنده بريفيس هيستوري اوف ابدومينال سيرجري.
ما تروحوش. Abnormal vital signs. Acute abdomen وبلس 120 وبلاد بريشر 90 60 وحرارته 8.5 39 ما تروحوش. يبقى دول الريد فلاجز او الالارمنج ساينز اللي لما تشوفها في عيان او تسمعها من عيان انت ما تاخدش قرار العيان يروح ولا يستنى. خلاص قررنا نطلب انفستيجيشنز عشان نكمل البيكشر اوف دايجنوستكس. هتفيدك فين فحوصات؟ لا هتفيدك. يعني عيان عنده اكيوت ابدومين السي بي سي بتاعته ممكن تلاقيه انيميك. عيان عنده بليدنج ممكن تلاقي الليكوسيتيك كاونت بتاعه ايه؟ عالي. الكيدني فانكشن والليفر فانكشن او الكومبليت ميتابوليك بروفايل والهيموليتيك انا اسف الكواجلوباثي عند العيانين دول بروثرومبين تايم اي ان ار والكلام ده كله لازم تعمله. اليورين كلتشر واناليسيس ده احيانا تشخص يورال تراكت انفكشن في عيان كنت داخل تعمل له الزايده على انه سسبكتد اكيوت ابن سارس. البيتا سابيونيك ان فيميلز في كل الفيميلز في التشايلد بيرنج بيرنج طالما في مناركين ولسه ما جالهاش في الجوف وعندها اكيوت ابدومينال بين حتى لو مش متجوزه مش شغلتك هتطلب لها بيتا اتش سي جي بريجننسي تيست. خلاص عيان سبيشالي لو بيدي هيستوري اوف كاردييك ديزيز او هايبر ليبيديميك او عنده فاميلي هيستوري اوف اكيوت مايكارديال انفارشن او كورونري ارتري ديزيز او سادن ديث وجاي لك بجاستريك بين لازم تعمل له كاردييك انزايمز ضروري. خلاص طبعا في ناس خصوصا مثلا اللي هتبقى شاكك في انه ممكن يبقى بانكيلاتايتس الاميليز واللايبيز ده روتين انفستيجيشن لكل الاكيوت حتى لو انت مش شاكك. خلاص الراديولوجيكال انفستيجيشنز اللي ممكن تفيدك في عيان سسبكتد انتسايلر اوبستراكشن هتلاقي نفسك عامل ايه؟ بلين اكس راي ابدومين اريك اند سوباين منها يقول لك فيه اوبستراكشن ولا لا ولو فيه اوبستراكشن يقول لك الليفل بتاعها هو فين؟ صح؟ هو الجوجنم لو اوبستراكتد في كرايتيريا في الاكس راي تقول لي ان ده جوجنم؟ نعم؟ مالتيبل اير اند فلويد ليفل ده هيقول لك فيه اوبستراكشن لكن الليفل بتاع الاوبستراكشن فين؟ ده هيعتمد على السوباين الايركت هيقول لي في مالتيبل اير اند فلويد خلاص ده اوبستراكت. انما الفيتشرز بتاعه الانتستين اللي مقفوله بتبان مع السوباين. لو انا عندي كونسرتينا افكت او فالفيلي كونفنتس اللي هو المنظر بتاع السلم ده جيجنال اوبستراكشن. انبوبه كده ملهاش اي فيتشر ده ايليال اوبستراكشن. انما في هوستريشنز ده كولونيك اوبستراكشن. طيب ده انا ممكن ابقى شاكك ان في بيرفوريتد فيسكس فاعمل بلين اكس راي ايه؟ ها؟ ايوه شيست اللي قال شيست صح والعين واقف لو في هواء تحت الدافرام اخد بلين اكس راي شيست والعين واقف لو في هواء تحت الدافرام هيبان. طيب بلفي قدمنا الالتراساوند لو في كوليكشن لو في جول ستونز وهي السبب وفي إديمة في الجول بتاع الجول بلادر لو الابندكس انفليم او حواليها كوليكشن ممكن يقول لي. لو شايف اليوترس فاضي والبيتا سابيونت عاليه والانبوبه فيها ماس واحيانا يبقى فيها بالسيتنج ساك كده بتاع ايه ده؟ اكتوبيك. الالترا ساوند ممكن اطلبه. ممكن اطلب اي سي جي او ايكو مع التروبونين او الكاردياك انزيمز لو شاكك ان العين الاكيوت ابدومين دول قد يكون اكيوت مايوكارديال انفاركشن. انا ممكن اطلب سي تي سكان او ممكن اطلب سي تي سكان ويز كونتراست منها يقول لي في هواء جوه البطن ولا لا في بس او كوليكشن جوه البطن ولا لا
وكمان localized site of pathology. يقول لي دي زايدة منفجرة. ده perforated peptic ulcer. ده sigmoid diverticular disease. ده volvulus بتاع sigmoid. مع انه ممكن يبان في البلين اكس راي برضه. فالسيت سكان طبعا واحده من الراديولوجيكال انفستيجيشن اللي ممكن نحتاجها. طيب بلين اكس راي كمان ممكن تقول لك تبعنا في فرن بطن. الصوره يمكن مش معايا دلوقتي. عيانه عندها 70 سنه من حوالي اسبوعين. جت في مكان ما في الاماكن اللي احنا بنبص فيها على العيانين يعني جايه باكيوت قبل. والسونار بيقول ان فيها شويه اسايتس. هو السونار بيقول كده فيها شويه اسايتس ومش اي حاجه ثانيه. والسي تي سكان ما كانش ينفع يتعمل لانه الكيدني فانكشن بتاعتها كان سلايتلي ليفيتد وما ينفعش تاخد اي في كونتراست. الاي في كونتراست لازم لما الكرياتينين يبقى نور خلاص. والعيانه عندها كل المانيفستيشن اوف اكيوت ابدومين. بلين اكس راي فيها شويه مالتيبل اير اند فلويد ليفل بس ما عنديش باثولوجي باين خالص. السي تي سكان هتتعمل بكره بس النهارده كانوا بيعملوا لها بلين اكس راي ابدومين وبعدين باين فيها مسمار في الليفت هيب. العاله دي طلعت عامله كان عندها فراكشر نيك فيمر على الليفت سايد وعامله لها من حوالي 3 4 اسابيع فيكسيشن وفي مسمار في عند الاستابله مع الناحيه الشمال. المسمار ده سايب السكرو ده طويل سايب الاستابله والبلفيك وداخل جوه البلفيك كافيتي. مع السي تي سكان عمل بيرفوريشن في السيجمويد كولون هو اللي عامل اسباب او سبب من البيرفوريتد سيجمويد كولون وعامل الاكيوت ابدومينال بين اللي موجود. هنا بيضرب مثال بيقول لك لو انت جاي لك عيان عنده بين في الرايت ايليا فوس تفتكر ايه الاسباب؟ حط دول وابدا افكر فيهم واكوردنج للفريكونسي او الانسيدنس هتبدا تقول الابندكس اول واحده بمشاكلها ابندكس ولا ابندكس بابسس ولا ماس ولا بيرفوريشن هنشوفهم كمان شويه ولا بي اي دي بلفيك انفلاماتوري ديزيز فعيان عندها مشاكل غيناتولوجيكال بانكرياس والفلويد بقى تريكلينج على الرايت لور ابدومين او بيرفوريتد بيبتيك السر مش موجود هنا بس ده واحد من الاسباب المهمه اكتوبيك اندوميتريوزس دايفرتيكولايتس في السيكم انترسسبشن كرونز كل دي اسباب تعمل بين في الرايت لور ابدومين او الرايت ايليا فوس. الناحيه الثانيه بدل الابندكس هتحط سيجمويد دايفرتيكولايتس. خلينا بقى نطلع من المقدمه اللي كنا لازم نقولها علشان نشوف ازاي هنفكر في كل عيان جاي لنا باكيوت ابدومينال. جايلين عيان الكلينيكال سيناريو بتاعه بيقول انه ميدل ايج او في مرحله تشايلد هود او ادوليسنت يعني عيان مثلا ايه ابتداء من 4 5 6 سنين بري سكول او سكول ايج لغايه حتى الفورس ديكيد ثلاثينات ولو ان شفنا ابندسايتس وكومبليكيتد في 60 وفي 70 سنه بس انا بتكلم كومن از كومن. العيان ده جاي لك ببين بقاله 36 ساعه والبين ده كان امبليكال او بري امبليكال وبدا في خلال 6 ساعات الاخيره يشف يبقى كان امبليكال وبدا ايه يشف على الرايت ايليا فوسا والرايت لور اب. البين ده اسوشيتد ويز 1 او 2 اتاكس اوف فوميتنج. حد عنده تفسير للفوميتنج في عيان سسبكتد ابندسايتس؟ فوميتنج مره او مرتين في حالات السسبكتد اكيوت ابندسايتس. ها؟ ليه؟ ايه الاوبستراكشن؟
لا الابنسايتس حتى النون كومبليكيتد العيان عاده بيجي له نوزيا لما بيجيلوش نوزيا لكن ممكن يجي له 1 او 2 اتاكس اوف فوميتنج ممكن يبقى اكتر من كده كمان ايه سبب الفوميتنج بايلوريك سباز نتيجه الفيجال ستيميليشن فالعيان جاله نوزيا وقال 1 او 2 اتاكس اوف فوميتنج كونستيبيتنج ولو ان في بعض الناس من حالات الابنسايتس البري ايليان او البوست ايليان ممكن يبقى عنده ايه دايري احيانا الكومبليكيتد يجي له دايري فالكومن هو ان العيان يبقى كونستيبيت وانا بفحص العيان لقيت عنده لوكالايزد تندرنس على الرايت لور ابدو وعنده بين في الرايت سايد وانا بفحص الليفت سايد الروفسنج وعنده باستف سوى الصايد وانا بسمع بطن العيان لقيت الانتستين بتتحرك كويس بس في لوكالايزد ايليس على الرايت لور اب عملت للعيان ده سي بي سي عنده مايل ليوكوسايتوزيس السي ار بي از اليفيتد ولو كانت في ميل البيتا سب يونت از نيجاتيف ميل او فيميل اليورين اناليسيس نورمال البيلف ابدومينال الترا ساوند قال لي في شويه فلويد كولكشن في البلفس او في الرايت لور ابدوم خلاص واللي لعيب في السونار والابندكس تخينه شويه يقدر يقول لك في ابريستالتيك ما بتعملش بريستالسيس يعني تيوبلر ستراكشر في الرايت لور ابدوم picture suspected of acute appendicitis. حد عايز حاجه ثانيه عشان يشخص الكلينيكال سيناريو ده اقرب ما يكون للتشخيص بتاع acute appendicitis. طيب شخصنا ازاي ده بالكرايتيريا اللي انا قلتها ودي اسمها typical presentation. في ناس بتيجي بقى typical presentation في مش هلعبك فيه يعني في الغالب هقول لك typical presentation. انتوا زي اولادي بتسمع الحكايه دي بعدين تدخل الامتحان تلاقي بقى ايه اللي هو السيناريو عمال تقطع في صوابعك مش انتوا بتتريقوا علينا كده ده انتوا اولاد ده انتوا مفيش منكم بعدين تدخل ما انتش عارف في الكلينيكال سيناريو تقراه من قدام ولا من ورا ما تعرف لا مش هعمل كده من خلفك طيب شخصنا عيان عنده اكيوت ابنسايتس نفترض العيانه دي ما كانش كل الكرايتيريا دي موجوده فيها بس حضرتك لازلت شاكك في اكيوت ابنسايتس اللي احنا بنقول عليها اتيبيكال برزنتيشن الاتيبيكال برزنتيشن ازاي تو بي شور اوف يور دايجنوز يعني البين ويتش از شيفتنج مش واضحه قوي اللوكالايزد تندرنس دي موجوده في شويه نوزيا مع اتاك اوف فوميتنج ما هي ممكن تبقى موجوده مع حاجات ثانيه ما فيش ليكوسايتوزس والسي ار بي نير نورمال البيتا سب يونت في البنوتة طبيعي واليورين اناليسيس كويس انا شاكك في زايده بس مش متاكد في حاجه تخليني ابقى متاكد لو عملتها نعم ممكن اعلي صوتنا ابندكتومي طب انا خلاص انا هو انا الغرض من التشخيص ايه يا هعمل له عملية مش هعمل له عملية. فأنا لازم أتأكد من التشخيص عشان أعمل عملية. هقول لك أنت قصدك إيه يمكن يكون بتقربي مننا بس لو أنا عندي التول اللي أنا أقصده اللي هو سي تي سكان ويز أورال أند أي في كونتراست ده دايجنوستيك. يقول لي في زايدة ولا مفيش زايدة؟ دي أ كيس أوف أكيوت أبنسايتس اللي هتبقى requiring appendectomy ولا لا دي عيانه ما عندهاش acute appendicitis وكل البين اللي عندها والكرايتيريا اللي عندها بسبب ان عندها شويه mesenteric lymphadenomas عندها شويه cystites لكن ما هياش a case of acute appendicitis شخصنا acute appendicitis نعمل ايه؟ عندنا عيان او عيانه عندها acute appendicitis ده اول كلينيكال سيناريو في الترم بتاعنا
هنملاي بعد ما شخصناها وتأكدنا من التشخيص هندخل نعمل أبند سكن أوبن ولا لابروسكوبيك؟ إيه على حسب؟ العيان ماله العيان؟ فت لإيه؟ يعني إيه اللي يخليه فت فور أوبن بس مش فت فور لابروسكوبيك؟ إيه؟ ايوه ايه الايج اللي عنده اقول لا مش هينفع لازم نفتح مفيش ايه العيان ده ينفع بطنه تتنفخ ولا ما ينفعش يعني اللنج والهارت بتوعه ما عندوش اي كونترا انديكيشن للبريتونيال انسفليشن اعمل له لابروسكوب بشرط ان انا جراح مناظير بشرط انه في جهاز مناظير متوفر في المستشفى كويس لا خلاص يبقى العين جاهز والجراح جاهز والسيت اب جاهز لا طبعا بالمنظار احسن ايه قيمه المنظار او الادفانتج او البريفليج اللي هيقدمه لي المنظار على الاوبن ها الهيلينج ده خليه يعني اه طبعا بس يعني خلينا في الاهم دلوقتي وانا داخل الدكتوره من ورا كانت بتقول يمكن يكون ده اصلها فانا بساعدها يعني ان احنا ما قدرناش نعمل العيان ده سي تي ومش متاكدين ده زايد ولا مش زايد خصوصا في البنوته المنظار هنا بيقوم بالدورين دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك يبقى هنا انا هستخدم المنظار فور دايجنوزس وهستخدمه كمان فور تريتمنت اعمل بيها بالتسجيل يبقى هنا دي ميزه للمنظار لو انا ما كنتش واثق من التشخيص 100% ده في ميزه تانية لو في حاجات تشبه الاكيوت ابندسايتس اقدر اشوفها او استبعدها او حتى اتعامل معاها لو هي موجوده عيان عندها تورشن في الاوفر عندها هيموراجيك اوفاريان سيست اقدر اشوفها الجرح بتاع الزايده ما يقدرش يديني الاكسس ده ممكن يديني على الرايت سايد طب والليفت سايد ما اقدرش اشوفه يبقى كمان المنظار بيقدر يفيدني في ان انا اشوف بقيه الحوض ده انا ممكن اشوف فيه بقيه البطن ده انا هفاجئك ان الزايده دي لو منفجره وفي بريتونايتس المنظار بيقدر يشفط ويغسل البريتونيال كافيتي بالكامل يبقى لابروسكوبيك هي المفضله رجاله او ستات خصوصا الستات خلاص اولا دايجنوستيك زايده ولا مش زايده وفي نفس الوقت بتكسكلود اذر ديفرنشال دايجنوزس وبتقدر تتعامل معاها فور ثيرابيوتيك بيربز طيب لا العيان مش جاهز العيان معهوش فلوس المنظار الحاله ماشيه ستريت فورورد انها زايده ومش محتاج ان انا ادخل بالمنظار اقدر اعملها اوبن ابندسكتومي الاوبن ابندسكتومي بقى لازم ابقى عارف انا هفتحها ازاي شايف الجرح ده الانتيريور سوبيريور اكسبايرال والامبليكس مستخبيه هنا كده انا باخد خط من الامبليكس طريقه الانتيريور سوبيريور اكسبايرال والخط ده اقسمه الى ثلاث اتلات وهو عامل خط هنا كده اسمه ماكبرني بوينت اللي هي عند الجنكشن ما بين الاوتر وان ثيرد والميديال تو ثيرد للخط اللي انا رسمته من شويه عشان لما اجي افتح عند الماكبرنس بوينت يبقى الانسجن بتاعي هيبقى فين؟ في الرايت ايليك فوسا عند الماكبرنس بوينت له وصف تاني الجرح ده؟ له وصف تاني جريد ايرن يعني ايه جريد ايرن؟ يعني ماسل سبليتنج مش ماسل كاتنج يعني ايه؟ يعني وانا داخل كده هلاقي ده الدايركشن بتاع الاكسترنال اوبليك فايبر صح؟ مش ماشيه كده زي ما تكون حاطط ايدك في جيبك هتقوم فاتحهم الونج الفايبرز هتلاقي نايم تحت منهم الفايبرز بتاعت الانترنال اوبليك والترانسفيرسس ابدومينز ماشيه كده برضه مش هقطعهم اقوم داخل ايه؟ عامل لهم سبليتنج يبقى انا الاكسترنال اوبليك عملت لها سبليتنج ما عملتش كاتنج والانترنال اوبليك والترانسفيرسس برضه عملت لها سبليتنج فبدا يبقى عامل زي
السقف كده بنحط فيه حديد بالمنظر ده قبل ما نحط فيه الخرسانه والكلام ده، اسمه جريد ايرون شبكه الحديده. جريد ايرون انسجن عند المكبرنس بوينت في الرايت ايليا فوسيا، وادخل اعمل ابندكتومي بالمنظر اللي انتم شايفينه. ده البيس بتاع الابندكس بعد ما فصلتها، ده التب، ده الفيكلس حته ستول هارد كده جواها وهي اللي عامله الاوبستراكشن. خلاص دي نون كومبليكيتد اكيوت ابنساس. يعني ايه نون كومبليكيتد؟ يعني مش بيرفوريت، مش عامله ماس، مش عامله ابسس. لو لاحظت دي اكيوت ابنسايتس ودي اكيوت ابنسايتس، في اي فرق ما بينهم؟ حد عايز يقول او حد لاحظه؟ الحجم قصدك ده اكبر شويه، ده عشان في هنا الفيكلس او الستول الهارد اللي جوه، فدي بنسميها اوبستراكتد ولا نون اوبستراكتد؟ دي اوبستراكتد. طب ودي فيها فيكلس؟ مش باين. فدي اوبستراكتد ولا نون اوبستراكتد؟ نون اوبستراكتد. طيب لو دي ناوي يحصل فيها بيرفوريشن، يحصل عند البيز ولا في البادي ولا عند التب؟ اكيد الكل لاحظ ان الجانجنس اليمنت عند التب. ليه بقى؟ البلاد سبلاي ده اند ارتر، يعني الانفلاميشن اللي يؤدي الى ثرومبوزس في البلاد فيسل دون هيأثر على ابعد نقطه من الابندكس اللي بتاخد ايه؟ بلاد سبلاي. فدي يعني لو حصل بيرفوريشن في النون اوبستراكتد تحصل عند التب، طب في الاوبستراكتد تحصل فين؟ عند السايت اوف اوبستراكشن، صح؟ عند السايت اوف اوبستراكشن. وطبعا حضرتك والمريض سيئي الحظ لو الاوبستراكشن دي كانت موجوده فين؟ عند البيز. اشمعنى؟ لان ده هيخليها تعمل نكروزس في جزء من السيكل، صح؟ فالريكونستراكشن هنا يعني محتاج شويه شغل، انما ده البيس كويس، اتربط كويس، اتقطع كويس، لكن كل الماس موجوده او السوالي موجود في البادي بتاع الابنكس. طيب الكلينيكال سيناريو الثاني، عيان جاي لك بعد ثلاث ايام بنفس الكرايتيريا اللي فاتت، بس جاي لك اليوم الثالث وحرارته مش لو جريد فيفر، يعني مش 7.8 زي العين النان كومبليكيتد الاولاني، لا حرارته 38 وشرطتين، والبين فيه اكتر شويه، والبين لوكاليزد اكتر في الرايت لور ابدومن، وفي شويه تندرنس وريجيديتي اكتر شويه من العين الاولاني. وانت بتفحص الاولاني حسيت ماس، عملت الترا ساوند قال لك في ماس، ماس مش كولكشن، ماس. حبيت تتاكد اكتر عملت سي تي سكان قال لك ماس. السيناريو ده اسمه ايه او التشخيص ده اسمه ايه؟ واحد من الكومبليكيشنز بتاعت الاكيوت ابنسايتس اللي ما اتشخصتش بدري ولا اتعالجت بدري، جه تالت رابع يوم، اسمها بنديكولار ايه؟ شخصت العين ده بنديكولار ماس، ايوه شخصته. علاجه ايه؟ نعم؟ يعني ايه كونزرفتيف؟ صح، انت صح. يعني ايه كونزرفتيف؟ يعني هقول للعيان ده يعمل ايه؟ يروح وياخد العلاج ده في البيت؟ لا ولا يتحجز في المستشفى وهنديله علاجات ثانيه؟ يبقى ادميشن، يبقى العيان ده هيبقى ادميتد في المستشفى زيه زي العيان اللي قبل منه، بس اللي قبل منه عملنا له عمليه، ده مش هنعمل له عمليه دلوقتي. على الاقل فور ذا تايم بينج العيان ده مش كانديد فور سيرجري. العين ده هنمشيه على حاجه اسمها اوشنر شيرن تكنيك اوف كونزرفتيف مانجمنت او تريتمنت. يعني ايه؟ يعني العيان ده هيبقى ادميتد في المستشفى. رقم اثنين، nothing بير ماوس ان دي او، ولو في فريكوانت فوميتنج احط له نيزو جاستريك تيوب، عاده ما يبقاش فيه، واديله اي دي فلويد
واديله برود سبيكترم انتي بادي بيكفر الايروب والانيروب الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، واديله الالجيسي عشان الدين يبقى محتمل شويه، وراقبه. ايه الحاجات اللي هراقبه فيها بقى؟ اقول للنائب بتاعي خد بالك من الاتي. هناخد بالنا من ايه؟ رقم واحد الفيتال ساينز، بلس، بلاد بريشر، تمبريتشر، عشان بناء على البلس هيعلى ولا هيتحسن هاخد قرار. تمبريتشر هتعلى وتبدا تبقى هيكتك ولا هتبقى نورماليزد هاخد قرار. وابدا افحصه كل يوم علشان اشوف الماس دي حجمها بيزيد ولا بيقل، مره او مرتين يوميا. انا ببقى اول مره علمت كده حطيت مارك على السيركمفرنس بتاع مين؟ بتاع الساق، يعني بتاع الماس، انا اسف. يعني جيت على اللور ابدومن كده وانت عامل ايه؟ الماس ده الدريفري بتاعك. وبفحص العيال مره مرتين ابدومن يوميا عشان الاحظ الماس دي بتزيد ولا بتقل، لان بناء على الكلام ده هاخد قرار. البين والتندرنس مع الفحص بيزيدوا ولا بيقلوا؟ بناء على الكلام ده هاخد قرار. بعيد الالترا ساوند تاني يوم او بعد 48 ساعة واشوف الماس دي قلت ولا زادت ولا بدأ يحصل فيها جواها كوليكشن، عشان بناء على الكلام ده هاخد قرار. الليكوسيتك كاونت والسي ار بي هعملهم يوميا عشان بناء على النتيجة هاخد قرار. ايه القرار؟ لقيت العيان ماشي ان favorable outcome، في عيان تاني ماشي في unfavorable outcome. ايه الكلام ده؟ العيان الاولاني ده favorable، يعني ان شاء الله مش هنفتحه، هنكمل علاجنا، اول ما يبتدي يشرب وياكل هروحه ويكمل علاج اورال في البيت، ويجي لي بعد 3 شهور اعمل له الكتف ابندسكت. مين العيان ده؟ اللي بلصه بقى احسن، اللي حرارته بقت نورمالايزد، السي ار بي بتاعه والليكوسيتي كاونت احسن، البين والتندرنس احسن، الماس حجمها بيتحسن، العيان ما بقاش نوزيتنج وقال لي عايز اشرب وعايز اكل. ده فيفرابل ولا ان فيفرابل؟ فيري فيفرابل. طب العيان ده هقول له في المستشفى نبدا نشرب وناكل، روح خد العلاج، تعالى لي بعد 3 شهور. الا لو في اتاك زيها جات لك في خلال الثلاث شهور تعالى. طب العين الثاني لا ان فيفر، بطسه بيعلى، حرارته بتعلى، ليكوسيت كاونت والسيرة فيه اعلى، وال التندرنس والبين بيزيدوا، الماس حجمها بيزيد، الالترا ساوند قال لي لا ده فيها ابسس او فلويد كولكشن. العين ده هعمل له ايه؟ هعمله زي العيان بتاع السيناريو رقم 3 اللي هو الابنديكولار ابسس، عامله زيه بالظبط. ايه بقى الابنديكولار ابسس؟ هو عيان كان ماس وجالي متاخر شويه على اليوم الرابع اليوم الخامس، وجاي لي بكل الكرايتيريا بتاعه الانفيفرابل اوت كام اوف ابنديكولار ابسس، جاي لي بحراره 39، بطسه 110، البين شديد جدا، هيكتك فيفر، الليكوسيتي كاونت بتاعه عالي، السي ار بي عالي، عنده جاردنج ورجيديتي على الرايت لور ابدومن، البلفيك الترا ساوند او السي تي سكان بيقول لي فيه فلويد كولكشن. يبقى ده ايه؟ ابنديكولار ابسس. اعالجه ازاي؟ اول سيناريو كان نون كومبليكيتد ابنسايتس، ثاني سيناريو ابنديكولار ماس، ثالث سيناريو ابنديكولار ابسس. نعالجه ازاي؟ طب الباص ده هنعمل فيه ايه؟ شوت بي اوت، الخراج ده الصديد ده لازم يبقى بره. تعمله بقى ببيركوتينيوس اسبيريشن سونار جايدد، يعني واحد لعيب كده وحريف انترفينشن راديولوجي يدخل بالسونار ويقول لك انا السكه قدامي سالكه، مش هعور سيكا، مش هعور سمول انتستن، لان الماس مشكلتها احنا ليه ما بنفتحش الماس ونعملها بالسيكتومي؟
لان الماس دي هي عباره عن النيتشر بتاع جسمي، الاميون سيستم بتاعي حوط الانفلاماتوري باثولوجي وحماه عشان ما يبقاش فيه بيرفوريشن يعمل بيريتونايتس. جه البوليس مان اوف ذا ابدومين هيرتومنتم، جت السمول انتستين، جه السيجمويد كولون، جه السيكم، وكلهم حاوطوا مين؟ الابندكس. فدونت ستارب اللي حصل ده، اي ديستربنس داخل تعمله في عيان عنده ماس فرصة انك تعور ستراكشر عالية جدا، تعور التيرمينابيليوم، تعور السيجمويد كولون، تعور السيكم، فرصة عالية جدا. فعشان كده قالك لا خليك على اوشنر شيب. لو وصلنا لابسس، لا ابسس البص ده لازم يبقى بره حتى لو مش هتشيل الزنك، البص ده شوت بي اوت. اسهل طريقة بشرط انه يبقى انترفينشن راديولوجيست شاطر ويقول لك السكه قدامي تسمح ان انا ادخل بابره او بكاستر من غير ما اعور اي حاجه في سكتي واعمل اسفيرش، او حتى اسيب انبوبه اسمها بيك تيل درين يعني لغايه ما البص ده يتراي. لو ده موجود هيبقى ليها البريود. طب لو مش موجود لازم انت تدخل بقى سيرجيكالي سواء اوبن او لابروسكوبيك تو درين البص. لابروسكوبك زيها زي الحالة اللي قبل منها، خلاص بتعتمد العيان جاهز ولا لا، انت جراح مناظير شاطر ولا لا، السيت اب بتاع المناظير موجود ولا مش موجود، خلاص دي خلصنا منها. طيب هنا لو اضطريت تفتح، هتفتح فتحة عادية زي دي ولا هيبقى في خلافات شوية مختلفة انا وانا بتعامل مع الابنديكولار ابسس عن الانسجن اللي بعمله فور ابندسكت؟ حد عنده اقتراحات؟ الابندكلر ابسس يتفتح بنفس الفتحه ولا في طريقه ثانيه هشتغل بيها في عيان عنده ابندكلر ابسس؟ نفس الفتحه، يبقى الانسجن من بره هو نفس الفتحه، اعمله اوبليك او اعمله ترانسفيرس، انت ليك الحق الاختيار. طيب المسلز هتتعامل معاها، يعني السكين والسبكوتينيوس مش هيبقى فيهم تعديل. المسلز اللي كانت في الحاله الاولانيه ماسل سبليتنج او جريد ايرن انسجن هي نفس الطريقه في الابسس؟ لا، هنا هيبقى في ماسل كاتنج. يعني ايه ماسل كاتنج؟ يعني انا دخلت في الاكسترنال اوبليك عملت لها سبليتنج، لكن الانترنال والترانسفيرسس هقطعها. ليه؟ لانه بعد ما اعمل درينج للبص لو المصل دي رجعت لمكانها تاني مش هيبقى في سكه يطلع منها البص، فانا لازم اعمل ايه؟ مصل كاتنج. يبقى الفرق الاولاني انه الانسجن هنا از مصل كاتنج نوت جريد ايرن انسجن. الحاجه الثانيه انا عشان اوصل للابندكس واطلعها بره انا فتحت البرايتال بريتونيه ولا ما فتحتوش؟ ها؟ الناس بتفكر؟ سؤال صعب. يعني انا ممكن ادخل انترا بريتونيا اطلع السيكم واطلع الابندكس من غير ما اقطع البرايتال بريتونيا؟ يعني مش محتاجه حد يفكر جامد، يبقى لازم افتح البرايتال بريتونيا. طيب في الماء في الابسس انا لازم افتح البرايتال بريتونيا؟ لا مش لازم افتح البرايتال بريتونيا، عشان لو فتحت البرايتال بريتونيا وانا بفضي البص هيحصل سويلينج للبريتونيال كافيتي. امال ادخل لها منين؟ البص عادة بيبقى بوستيريو، فانا بسيب البرايتال بريتونيوم مقفول، يعني كل ليرز اتفتحت بس واقف على البرايتال بريتونيوم. البالونه اللي هي بريتونيوم اللي لو فتحتها ادخل جواها الاقي نفسي على الفيسرا والانتستين. فانا هسيب البرايتال بريتونيوم مقفول واعمل ديسكشن ريترو بريتونيوم. يبقى البريتونيوم اهو مقفول ما فتحتوش، الابندكس جوه والماس والبص جواها، انا هدخل من على البرايتال بريتونيوم كده بوستيريور كاني رايح ريترو بريتونيوم، واقوم مسلك البريتونيوم لقدام واهو جاي للابندكس والسيكم من ورا. ادي السيكم وادي الابندكس، انا جوه. قبل ما ادخل جوه هسيب البريتونيوم مقفول. البريتونيوم هنا مغطي الانتيرور سيرفيس واللاترال والميديال سايد بتاع السيكم، صح؟ بس هل البريتونيوم مغطي البوستيرور؟ بس
فانا هسيب البرايتال بيريتونيوم وناقل كده ده البرايتال بيريتونيوم، ولما حصل ريفليكشن بقى فيسل، ادي البرايتال وهنا بقى فيسل، ده الباراكوليك كده. فانا نقلت السيكل والابندكس ميديالي وجيت لهم من ورا كده اكسترا بيريتونيوم، لقيت ان انا البص بتاعي بوستيرور للسيكل عملت له دريمج. بعد ما عملت دريمج خدت عينه من البص فور كلتشر وسبت درين. في المره الاولانيه ما كانش شرط ان انا اسيب درين، يبقى وانا بعمل الابسس دريمج اوبن الفرق الاولاني ان انا ماسل كاتي، الفرق الثاني ان انا اكسترا بيريتونيوم، الفرق الثالث ان انا لازم اسيب درين. اشيل ازاي ده ولا مش هاش؟ نعم؟ اشيل ازاي ده ولا مش هاش؟ اشيلها مش هاش. الاثنين صح، بس امتى اشيل وامتى ما؟ لو لقيتها قدامك بصه كده ليه والبيز بتاعها واضح والبرفوريشن اللي عامل الابسس باين قدامك شد، انما هتدور عليها وسط المعجنه دي هتعوض. يعني ما تدورش عليها وتسكريتونايز وتحاول تطلع الزايد عشان تبقى مره واحده وما تفتحش العين مره ثانيه. ممكن تلاقي نفسك اذيت العيان والعين ده بدا يجي له فيه كالفستل. فلو الزايده باينه قدامك والديسكشن بتاعها از نوت هارمفول اعمل ابنديسكتومي ات ذا سيم سيشن. طب لو ما قدرتش بعد ما الدرين دي تبطل تجيب شيلها وخلي العيان ده يجي لك الكتفلي بعد قد ايه؟ الماس كانت بعد 3 شهور. ها؟ 6 شهور. العيان اللي عنده الابسس هيجي لك بعد 6 شهور. طيب السيناريو الرابع والخامس. هنا البرفوريشن حصل within a contained inflammatory mass، يعني الابسس هنا كان عباره عن ماس وقلبت الابسس بتحوط بسيكم بكولون بسمول انتستن بجريتر اومنتم كل ده. طب لو ما حصلش الكلام ده والبرفوريشن ده حصل وزود لوكاليزيشن باي ماس، تلاقي البص بدا يطلع ويتكون في المكان اللي هو عايزه، اتكون في البلفس وما راحش لكل البطن البريتونيال كافتي بقى اسمها بلفيك بريتونايتس. طب لو راح لكل البريتونيال كافتي بقى اسمه ايه؟ في كلا الاحوال العيان ده محتاج سيرجيكال انترفنشن. انت قادر تعملها لابروسكوبك تقدر تعملها، قادر تعملها اوبن باي اكسبلوراتوري انسيجن تعملها، يعني الانسيجن هنا في الاثنين دول لو اضطريت افتح مش هيبقى انسجن عند المكبرنس بوينت، هيبقى انسجن فين؟ في الميد لاين. الميد لاين هو الموست اكسبلوراتوري انسجن. اشق لفوق اطلع اعمل اغسل البريتونيال كافيتي كلها ولا هشتغل انفرا امبيليكال لان انا عندي بيلفيك بريتونايتس بس هبتدي الجرح بتاعي ميد لاين. بيري امبيليكال اند لور داون هقدر اشتغل على البلفيك بيريتونايتس. هضطر افتح لفوق لان انا عندي جينايز بيريتونايتس، الميد لاين انسيجن يسمح لك بالكلام. خلاص؟ يبقى ده عيان اللي عنده بيريتونايتس سواء بلفيك او بيريتونيال او جينايز تقدر تشتغله بالمنظار او تقدر تشتغله اوبن، انما لو اوبن هتضطر تفتح ميد لاين. اريجيشن اسبيريشن واخد كلتشر من العينه البص اللي موجوده. واشيل البرفوريتد ابندكس واعمل درينج للابسس. هنا الابندكس مش خايف عليها انها تبقى ايه؟ انكلوزد باي انفلاماتوري ماس. لا هنا في الغالب سهل جدا انك انت تسلكها من الاستراكشرز اللي حواليك. ايوه يا عم. ايوه يا عم. هتطلع ازاي؟ يعني هنا هتضطر تعمل تشيل ازاي؟ وتسيب درينز وتشيلها بعد ما